مها قاسم اختصاصية بعلم النفس التربوي، الحديث حول مفهوم الصحة النفسية على صعيد المجتمع ككل، على وقع الأزمات والتحديات ومفهوم الصحة النفسية عند الأولاد والتلامذة ودور الأهل والمعلمين والمدارس أيضا. أهلا وسهلا فيك ست مها، شرفتينا. أهلا فيكم صبايا. شرفتينا ست مها. يعني نحن بنعرف أنه الأزمة الاقتصادية موجودة بلبنان وموجودة عالميا اليوم، الانفليشن والتضخم موجود بكل العالم، وهذا عم بأثر على الصحة النفسية عند كتار من الناس، منهم التلاميذ، الأهل والحياة يعني ككل. اللي كان يعتبر من عائلة متوسطة صار اليوم يعتبر من عائلة فقيرة والحبل على الجرار. صح. هالأزمة اليوم كيف عم بتأثر على الصحة النفسية عند كل الناس؟ ليك، هي الأزمة مش بس أزمة نفسية، هي أزمة نحن هلأ، ومش بس على صعيد لبنان، على صعيد العالم، على صعيد لبنان بشكل خاص. نحن بأزمة نفسية، أزمة اجتماعية، اقتصادية. نحن عم نعاني من أزمة على كل الأصعدة. صحيح. قدي بس تسوق الحالة الاقتصادية، عادة بده يدهور مستوى المعيشة، بده تدهور معه تلقائيا، بده يصير فيه تدهور لنظام القيم، بده تنتشر الفوضى، بده ينتشر الفساد. هذا شيء طبيعي. الأمراض الاجتماعية من قلون، هيدول بخلونا نضطر أو نحتاج لجهود كتير كتير كبيرة، بدون يتعاونوا كتير من الأطراف لحتى نقدر نطلع منها أو لحتى نوصل للقضاء على هالأمراض الاجتماعية. الموضوع كتير معقد وصعب. الصحة النفسية هي حالة من الرفاه النفسي، هي رفاهية. يعني احنا بس تكون صحتنا النفسية سليمة، نحن جسمنا سليم وفكرنا سليم وعايشين حياة طبيعية وكتير، يعني ما بينقصنا شيء. هلا بس يروح بمجرد، بس ما بعرف ليه الإهمال للصحة النفسية موجود من قبل الأهل ومن قبل كتار من العالم، ما بيعطوه، ما بيقولوها أولوية أو أهمية، بيعتبروها رفاهية للصحة النفسية. لا، إنه إيه، إنه أنا إذا حسيت حالي شوي عندي غريب أو عندي أي مرض أو حاسة بوجع راس أو نابورت كوا، دغري لازم أعمل فحوصات ولازم أروح عند الحكيم ولازم. بس هيدي الصحة النفسية اللي هي أصلا بتأثر على الحياة، على الصحة الجسدية. صحيح. ما حدا بيعطيها أهمية، وبيكون الولد مأزم وشايفين قدامه أنه مأزم، وأنت بتوجهيه بتقليهم للأهل أنه هيدا التلميذ عنده مشاكل عنده تروى، بليز نحن عملنا اللي علينا، بعد في واجبتكم تعملوا هيك أو تعرضوه على أخصائي. على أي، وبشكل خاص اللي بيكون عندهم مشاكل بالاندماج بالمجتمع. يعني هيدول بحاجة لبسيكولوج، هول بحاجة لحدا يتبعهم ليقدر يرجع يكملوا بشكل طبيعي بصفوفهم أو بمدرستهم أو ضمن بيئتهم. فما بعرف ليه هيدا الموضوع اللي هو كتير مهم بحياة الإنسان هو حاطينه على جنب وعطين أولوية لأشياء كتير أقل أهمية منه. صحيح. ست مها، في أشخاص بتعيش الحالة بتكون نتيجتها أخف ضرراً عليها؟ يعني هل كل واحد عنده فعلاً قدرة للتحمل؟ هل في أشخاص بيستوعبوا الوضع بغضوا النظر، لأنه بيكونوا أشخاص يمكن متفائلين بأنه بكرة أحلى؟ أكيد هي نسبية، يعني هيدا الوضع بينعكس على الكل، بس أكيد بنسبية معينة. يعني عادة الولد يلي بيعيش ببيئة صحية سليمة، بيعيش بجو سليم، حتى يعني مع أهل بعيد عن المشاكل وعن الصريخ وعن هالأزمات كلها سوا، مع أهل متفاهمين بتناقشوا وياهم بعدة مواضيع، هيدا الشخص بيكون كون شخصية قوية متماسكة، قادرة على أنه يعني تواجه صعوبات الحياة، قادرة أنه يضبط سلوكه بمحل محدد، أو بيقدر يوجه سلوكه بالطريق الصحيح. بعكس الشخص، حتى يعني إذا بدنا نحكي عن العوامل اللي بتأثر على الصحة النفسية هي كتير، أو اللي تفرق تلميذ عن غيره أو الولد عن غيره، هن كتار ما بنقدر نحسيهم. تخيل أنه جودة السكن
يعني أنا إذا قاعدة بمحل فيو مثل هون، قاعدة مرتاحة أو بتطل على بحر، أو أنا مرتاحة بقعدتي، بيختلف عن طبعاً. ولد أكيد. عايش بسوري زنوب صريخ أو عيطة أو في بالطريق نظيفة أو اتسترا، حتى بجودة السكن العوامل بتتأثر بين ما هيك التلميز. نحن دايما منقول أنه الواحد يمكن لازم ينقي البيئة اللي بعيش فيها ونلقي الناس اللي حواليه وكل هالتفاصيل. ست مها، بدي أعرف منك عن موضوع الأولاد اليوم وعن الصحة النفسية عند الولد، قدي عم تتأثر بالمدارس بالوضع الاقتصادي اللي عم بيصير. نحن عم نشوف أكيد عم بيصير في تقصير بالمصروف من قبل الأهل لأولادهم بسبب الأزمة الاقتصادية، يمكن يروح على المدرسة يشوف ولد تاني مثلا ما بعرف عنده ألعاب أكتر أو كانتين أطيب أو كل هالتفاصيل. هذا الشيء عن جد بيأثر على الولد هو وصغير؟ طبيعي بيأثر على اثنين، على الولد يعني هيدا والأهل؟ عنده تأثير الولد والأهل. هلا الولد أول شيء شو بهمه؟ الأولوية عنده بس بده يروح على المدرسة، أكيد مش رح يدرس. الأولوية أخذ مصروفه أو حط بجيبته مصاري، هيدا هم الولد قبل ما أول ما بده يروح على المدرسة. بس بالنسبة للأهل أنا بعتبر إنه الوضع أصعب، لأنه الأهل هن بدهم يفكروا كيف بدنا نأمن هيدا المصروف للولد. بصير عندهم عقدة الذنب بطريقة غير مباشرة. بصير عندهم مزبوط، بصير عندهم عقدة إنه أنا كيف بدي فهمه، كيف بدي أقعد معه فهمه إنه الوضع صار صعب، كيف بدي يعني يفهم إنه أنا لازم خفف له من مصروفه أو لازم أقطع له المصروف. قبل ما نوصل لهون ست مها، قديه بيلوموا حالهم؟ بيصير في كنا عم نحكي بالمقدمة ديانا وأنا إنه الأهل أوريدي بحسوا حالهم مقصرين تجاه أولادهم، لو أمنوا لهم كل حاجاتهم، لو قد ما عطيهم حب. صح، على طول بحسوا حالهم إن هن مقصرين، البعض يعني أكيد كمان نسبية مثل ما بدنا نحكي. بس بدي أقول لك شيء، نحن بوضعنا هلأ أنا بحس الأثر يعني هيدا الضغط تبع اللي لازم يتحمله الولد من وراء أنه أنا ما قادر أشتري أو ما قادر أعمل أو ما قادر أعيش مثل ما كنت عايش من قبل، أو أنا بحسه هلأ أخف، لأنه وقت اللي بتكون أقلية يعني وقت اللي بكون المجموعة مثل ما كنا عايشين قبل مجموعة كبيرة هي اللي بتتصرف بحرية وهي اللي معها مصروفها بحرية وهي بكون في أقلية هي اللي ما بتقدر تشتري أو ما بتقدر. صحيح. هيدا شيء بيعمل له إحباط للولد، هيدا شيء بضايقه، شايف كل أولاد عايشين برفاهية إلا هو. هيدا شيء بأثر. بس هلأ نحن بهيدا الوضع نحن اللي نحن فيه الفقر انتشر طبعاً. مع أنه أنا شايفة يعني في كتير بعض ناس عايشة حياة رفاهية والولاد عم يشتروا عادي هيدا اللغز اللي ما بعمل عن جد يعني هيدا عن جد اللغز، لأنه بعده بالعكس بعدها كل التلاميذ عم تشتري وبعدها كلها، بس وقت اللي بكون الأكترية الأغلبية عايشة نفس الأزمة هيدا الشيء بتخف وطقته على الأهل وعلى التلميذ بحسيته. طب ست مها، الناس اللي حالتهم منك كثير ميسوره خلينا نقول او عايشين عن جد وضع هلا ضمن الازمه اللي عم نعيشها، كيف منفهم اولادنا بطريقه انه ما ناذي لهم صحتهم النفسيه، انه نحن بحاجه تو كات كوست او نحن بحاجه انه نقلل من محل ونحط بمحل ثاني حيفيده له اكثر، يعني الاولويه انه نحن نحطك بالمدرسه نعلمك بس مش الاولويه انه جيب لك ايباد حقه مدري قد ايه. صح ليكي، هون بيرجع نحكي بهيدا الموضوع بالذات، نرجع نحكي عن الصحه النفسيه وبنرجع نحكي عن دور الاهل، دور الأهل بتكوين شخصية الولد ببيئة سليمة ببيئة نظيفة. يعني وقت اللي بيكونوا الأهل من الأساس هن محضرين ابنهم لتكون شخصيته متماسكة ليقدر يواجه كل الضغوطات اللي بيمرق فيها، ليقدر يواجه الصعوبات يواجه التحديات، بس يكونوا الأهل واصلين لهيدا النقطة مع أولادهم بتصير سهلة عليهم، بيكون الولد متصالح مع نفسه، عنده حالة صحية نفسية مريحة، عنده معنويات عالية، عنده بيقدر يغطي موضوع أنه أنا ما يكون معي مصاري أو ما أقدر أصرف بهوايات مهمة عنده أو بميزة مهمة بشخصيته. نرجع نفس الشيء لدور الأهل، نرجع لدور الأهل وقد هن معيشين الولد ببيئة صحية سليمة، نرجع منقول صحة سليمة
نفسية سليمة، صحة سليمة، وجسد سليم. يعني هلا إذا أنت مربية ولادك من الأساس منك حاطتيهم على السكة الصحيحة، ومنك قاعدة بتناقش أنت وياهم بمواضيع مختلفة، ومصيتيهم لمستوى من الثقافة أو لمستوى يقدر يعتمد بس فيه. بس أوقات ست معها خلينا نحكي واقع، مش دايما الحق على الأهل، أوقات الأهل بيربوا صح وبيعطوا صح والولد هو بيطلع مثل ثمرة منزوعة. مزبوط، بس يعني هيدول كتير قليل. ايه؟ هيدا حتى إذا بدنا نقول هيدا التمرة المنزوعة اللي عم تحكي عنها، هيدا حتى لو بدهم يقعدوا الأهل ويفهموها إنه نحن بظروف صعبة ما رح يتفهموها. مزبوط، ما بيتفهموها، ما هي منزوعة. فعلى الأقل على الأهل يلعبوا دورهم صح. بالطريقة الأهل صح. يلعبوا دورهم من البداية صح، يكونوا شخصية متماسكة سليمة تقدر تواجه الحياة بكل صعوباتها وبكل تحدياتها. يعني ما بيصير نحن نأمن كل شيء، نحن كنا نأمن كل شيء لأولادنا، فينا نأمن لهم اللي بدهم إياه، ونحن همنا الوحيد هو إنه يكونوا مبسوطين ومرتاحين وكل شيء بأمن لهم، بيحرموا حالهم أو بيحرموا حالهم لحتى يأمنوا لأولادهم. هيدا الشيء إذا بنعرف إنه هو بفيد الولد بنقدمه، بس إذا بنعرف إنه الولد منه سلوكه، يعني سلوكه ما بيزبط إذا أنت قدمت، ما بيقدر هيدا الشيء، نحن لا، هون لازم نعمل ست مها للأسف ما عم بيقدروا الأولاد لأنه كل شيء متاح صح. لأنه ما عم ننطرهم، لأنه ما عم بتكون بمثابة ريورد لإلهم صح. كل شيء بينطلب عم يتأمن 100%. هلا إيه؟ هلا في قيمة للأشياء ولا إيه؟ بيعرفوا ينطروا ولا بيعرفوا 100% الأبريشيشن ولا شيء صح. هني وصلوا لمحل هلا يعني استغنوا فيه عن الكماليات. بعدهم الأهل قادين يأمنوا أو صح. عم يضغطوا حالهم ليأمنوا أكلهم والكهرباء والقصد الأساسية. والدرس الأساسيات نعم. عم بيخففوا من الموجودات تاعت لانش بوكس لأولادهم، عم بيخففوا من أنه يسجلون بالجيم ولا يعملوا أكتيفيتي محددة، مع أنه هيدا الدفو المافشة الخلق، مع أنه هيدا هي فشة الخلق، وهيدا هي ما هيدا هو، هيدا هي الأزمة النفسية صحيح. اللي بنحكي عنها، هيدا هو مش الفقر، هيدا هو الشيء اللي بودي لأزمة نفسية. حكينا عن الصحة النفسية عند الأولاد، بس بدي أتطرق كمان لموضوع مهم هو الأزمة الصحة النفسية عند الأهل. اليوم وقتها كمان يكونوا الأهل عم بيقولوا نحن بدنا نقدم كل شيء لأولادنا وعم نحرم حالنا كرمال أولادنا، ما كمان هيدا الحرمان عند الأهل بودي لهني عم بيأذوا الصحة النفسية الشخصية لألهم. هون كيف الأهل لازم يتعاملوا بالتالي هيدا الشيء بينعكس على جو البيت وعلى الأولاد. شو بيصير في تعصيب من قبل الأم والبي على الولد؟ ما هو الأفضل بطريقة غير مباشرة، هو الأفضل أنه نحن نقعد مع هيدا الولد ونفهمه، نكون مثل ما برجع بقلك نكون مربيينه صح أو عاطينه، يعني نكون مكونين له شخصيته بطريقة سليمة. لأنه وقت أنت بتقعد بتتفهمي مع ابنك وبتوجهيه بالطريقة الصحيحة بيتفهم منك بعدين إذا أنت عندك أزمة. بس هيدا الولد اللي أنت عم تحرمي حالك كرماله وما عم بيقدر. طب بس منطقيا يعني اليوم نحكي منطقيا كمان، بس بردو مثل ما قالت كلمة جوهرية أنه الأهل كمان مش لازم يحرموا حالهم لدرجة أنه يأثر هيدا يأثر على ينعكس على أولادهم. إيه بس أنا سؤالي منطقياً اليوم ولد عمره 4 سنين 5 سنين 6 سنين، هو الصغار إيه؟ بالعمر، كيف بدك تفسري له أنه أنت شايف صاحبه بالمدرسة أو عم بيطلع لبرا ولا جيب ما بعرف حيالله شيء أنه أنا ما قادرة أقدم لك إيه؟ ما هذا ولد ما بيستوعب يعني إيه أكيد، يعني صعب أكيد إنك تجي تقولي له إياها. بس هي الأزمة ما بتطال هول الأولاد الكتير صغار، هول الأولاد الصغار ما بحسوا فيها، عندهم شوي بعدهم ما بيكونوا فايتين بهالكمبيتيشن يعني الكبيرة. ما فيت إيه منهم واصلين لمرحلة يتأزموا نفسيا صحيح. بيطلعوا هي المعلمة بهول الصفوف، هي اللي بتفتح لهم لانش بوكس، هي بتعطيهم ترتين. المعلمة إذا لقيت حتى يعني هون في دور للمدرسة، هيدا المعلمة إذا لقيت فتحت هيدا الحديث، أنا بالنسبة لإلي هداك الفايل ما تسكر تبع الأولاد يعني هيدا دور أكيد. الأهل يلي نحن ركزنا عليه. بدي أحكي بدور المدرسة كمان ست مها، المعلمين والكافيتيريا اللي ممكن تقدم أشياء كمان صح. مش بمتناول الجميع. قدي هون دور المدرسة كمان عم بيكون فعال، وقدي بحقلنا كأهل كلجنة أهل كمان نتدخل بهول التفاصيل كرمال صحة أولادنا. مزبوط، هيدا السؤال الأهم بالحوار. ليك دور المدرسة والأهل، هن الأهل والمدرسة اثنيناتهم هن دور بيكمل بعض، هن اثنيناتهم مسؤولين عن
صحة الولد، وبدون يعني دور المدرسة، نحن نعرف المدرسة هي مؤسسة الثانية بعد الأهل، وهي مسؤولة عن تحديد سلوك التلميذ وعن تربيته وعن تهذيبه وعن اتسترا، وداعمة لدور الأهل بالبيت ومكملة لدور الأهل بالبيت. وقت اللي بيكون المدرسة دورة تربوي مثل ما بنعرف أكثر ما هو تعليمي، وقت اللي بيكون الدور تربوي يعني نحن هون لازم نركز بشكل خاص على السلوك الإيجابي للتلميذ، لازم نركز على الأسلوب التشجيع، لازم بس روح التفاؤل بيناتهم. يعني هيدا دور المدرسة قد ايه هن برا بيكونوا مؤزمين، بس وقت اللي من وقت اللي بنحترم الفكرة اللي عم يعطونا اياها، وقت اللي نحن بنشجع التلميذ على الانجاز انه ينجز، من بيكون في بنحترم الفروقات الفرديه من مستوى التعليم للمهارات اللغويه اللي بتختلف من شخص لتاني، هدول كلهم بخففوا من ازمه نفسيه عند التلميذ. نحن بدنا نحترم اي شيء بيقوله الولد، يعني الاستاذ لازم يوصل التلميذ لمرحله يفرجيه انه هو شخص كثير مهم، وانه هو فاد رفقاته بالشيء اللي حكيه، مش نسكته مش يعني نطمعه. دور المعلم هون عم بيكون دور اساسي بالصحه النفسيه عند الولد. أكيد. بس في بعض المعلمين عندهم نوع من التنمر على الاولاد. لا باردون، الاستاذ اللي بده يكون عنده تنمر هيدا هو بحاجة لعلاج نفسي. أكيد هيدا منه أنا ما بعتبره أستاذ، هيدا مش لازم يكون عم بعلم. بالعكس الأستاذ بيلعب دور رئيسي، أو هو إذا بدك المرشد والداعم، لا في حال كان في وجود تنمر على تلميذ معين، هو بده يكون الداعم ضد هيدا التنمر. بالعكس الأستاذ أو المعلم هو من أهم، يعني هو أهم كادر بالتربوي لحتى يدعم الصحة النفسية عند التلميذ، ليوجهه ل يعني بأسلوب صحيح وسليم. على فكرة لازم يكونوا العاملين بالتربية، يعني كان إداريين أو مدرسين معلمين، هول من الضروري يكون عندهم توعية تربوية، يعني المفروض يكونوا مهيئين تربويا للتعامل مع الولد. بس تتمها للأسف هو هيدا السيركل فيسيو، الفيشس سيركل يلي منحكي عنه، واللي مش قادرين نطلع منها لهيدا الدائرة. ما إذا المعلمين كمان مش أخدين حقهم، مش عذر طبعا، ولكن human beings كمان أوقات ما عم بيكونوا قادرين يضبطوا حالهم. صح. وما نحكي بين مدرسة ومدرسة كمان، كل شيء بيفرق. اي بس نحن عم نحكي انه الاستاذ وقت اللي بيكون مهيئ تربويا للتعاطي مع الاولاد او للتعامل مع الاولاد، ما هيك لازم يكون مهيئ، لانه ما بيقدر ابدا، يعني ما بيقدر تلميذ، ما بيقدر استاذ مثلا يتعامل باسلوب خاطئ مع الولد. صحيح. او يكره التلميذ بالمدرسه نتيجه اسلوب خاطئ، رح يحمل اذا هو ك هيدا الموضوع كبي مش قادر يقوم بواجباته العائليه. هيدا الموضوع كان قبل، يمكن السنين اللي مرقت فيها كورونا كان الوضع، او السنه الماضيه يلي كان فيها طلع كثير الدولار، صار في ازمه اقتصاديه كثير قويه، كان معاشاتهم كلها باللبناني، كانوا مأزمين الاساتذه، بعد ما كان كنا نطلب منهم كثير، او كنا اي ما كنا نطلب منهم كثير، حتى ما كنا نوجه لهم كثير ملاحظات، لانه كنا عارفين انه هن بازمه. أوكي. هن كمان بازمه، بس أوكي. السنه لا، الاساتذه وضعهم اكيد تحسن، واكيد عم ياخذوا جزء فرش دولار، واكيد لا اللي ما بده يكون الاستاذ، استاذ بمعنى الكلمه، ما يفوت بهذا الدومين، لانه هو هون مسؤول عن صحه التلميذ النفسيه ومسؤول عن مستقبله. أوكي. اكيد عم بيربي اجيال بالنهايه. اكيد اليوم الاونلاين ليرنينج او التعلم عن بعد، هل كانت افضل للصحه النفسيه عند الاهل والاولاد من ناحيه المصاريف، يعني من ناحيه الاوتوكار والمريول والكانتين وهالقصص؟ يعني كانوا عم بيوفروا ماديا، كانوا الاهل مبسوطين من هيدا الميله. صح. بس نحن بعدنا لحد هلا عم نعالج تداعيات السلبيه للتعلم عن بعد. صرنا سنتين عم نعود التلميذ على نظام كيف بيقعد وكيف بيكتب وكيف بيشتغل.
صرنا سنتين عم نرجع ننمي له ذكرته ونرجع نعوده انه هو بده يحفظه بده يشتغل لانه تعوده هيدا شكلنا قطعناه رجعناه ما بدنا عليه. نرجع له صحيح اوكي يعني حتى وقت اللي بيقولوا انه حتى الاربع ايام يعني انه نفوت اربع ايام مش خمس ايام كمان حرام لانه كمان هيدا النهار عم بيروح من حساب الاكتيفيتي تاعت الاولاد حرام الاولاد ما يعني ما يعملوا حفلات حرام ما يعملوا اكتيفيتي بالمدرسه حرام يعيشوا بجو الجامعه اللي هن بينطروه كل الصيفين بينطروا رفقاتهم بينطروا الاكتيفيتي ما بينطروا الدرس أكيد. طبعا اوكي ست مها بدنا نتشكرك ونتشكر وجودك معنا شرفتينا لليوم وثانكيو على هالمعلومات القيمه ويعطيك الف عافيه ميرسي بوكو لكم بس في شغله صغيره بس بحب يعني وجه الاهل بس لنقطه او ركز على نقطه انه بليز بس يكون في نقاشات بتخص الازمه اللي نحن عايشين فيها الازمه الماديه الازمه الاقتصاديه اللي عايشين فيها يبعدوا الاولاد عن هذا الجو بكفي يحكوا عن سوري عن الغاز بقد ايه والبنزين بقد ايه واتسترا بس يبعدوا الاولاد عن القسط المدرسي بس يبعدوا يعني الشيء اللي بمس بنفسيه التلميذ بحس حاله هو مذنب تجاه اهله هو المسؤول عن هي الازمه من ناحيه القسط او من ناحيه المصروف او من ناحيه الكتب هيدي بس بليز لو بس نقدر شوي نزيع عنه أوكي بس حتى ما نخليه يحس أنه هو سبب مباشر ورئيسي بهذه الأزمة اللي عم بعيشوها أهله صحيح أوكي.